مستمرين معكم متابعي سوبورو تي في، ووصلنا معكم لفقرة حزيلة النهرو. من الثلاثة تكون؟ ضمن هاي النقاط اليوم رح يكون محور نقاشنا مع الديريتو الراهبة راحيل الشماني من رهبات دير مار يعقوب البرادعي، ورح نحكي معها كمان عن مقاييس نمو الكنيسة. بشينو إبخ ديريتو، المسيح قام. حقا قام، وأهلا وسهلا لوري. أهلا وسهلا فيكي ديريتو. بالبداية خلينا نحكي إيش هو مقياس تقدم ونمو الكنيسة. لما نحكي دائما عن كنيسة أو مدى نجاحها أو مدى نجاح خدمتها، دائما يعطونا مقياس ممكن يكون عدد الحضور على أنه مؤشر لنمو الكنيسة، أو ممكن كثرة المشاريع اللي تقوم فيها الكنيسة أو تفتتحها، أو النشاطات مثل المخيمات مثل الدورات مثلا تبع الشماميسة أو محاضرات أو هيك شيء. فدائما الكنيسة تعطي هالمقاييس حتى تعرف أنه مدى نموها. لكن في إنجيل لوقا، لوقا البشير كان عنده غير نظرة لحتى يعطينا أنه مؤشر لهذه المقاييس. فحكينا عن معجزة، وهي المعجزة فيها الثلاث مقاييس، أنه بيعطينا ثلاث أنواع من الناس اللي بتحضر بالكنيسة. فأنا بس أريد أوضح على كنائسنا أنه على أي مؤشر أو مقياس عم بيقيسوا نمو الكنيسة اللي هم فيها. يعني أحيانا ممكن النشاطات تكون كثيرة بس تكون مجرد شكليا، يعني تكون ترفيهية أكثر مما تكون دينية. وأحيانا ممكن تكون محاضرات وحضور كثير، بس هذا الحضور لما يجي بتحسي أنه هو بالكمية وبالعدد بس النوعية قليلة، يعني اللي تشتغل واللي جاي فعلا من قلبه. من هيك بنشوف في اللبس مثلا ما في التزام كثير، بنشوف ناس بتحكي بالكنيسة، بنشوف ناس بيجيبوا أطفال كثير، أحيانا بيكونوا هيك ضجة بالكنيسة. احنا ما بنمنع وجود الأطفال، بس المفروض أدرب الطفل أنه أنت بالكنيسة المفروض تحافظ شوية على الهدوء، أو الأم اللي بتعرف أنه ابنه مثلا كثير حرك أو مشاكس، فأول ما أسمع صوته أطلعه برا وأسمع القداس من برا بلا ما أكون عثرة وأسمع الآخرين. صحيح. فحتى تنمو الكنيسة لازمها جو من الهدوء والخشوع، لأن إحنا لما نجي لبيت الرب ما عم نجي رايحين لحفلة مثلا أو رايحين زيارة، إحنا جايين لبيت الرب لحتى نقف ونلتقي بالرب ونتناول جسد ودم. يلزم أنه نقف بخشوع ونحاول أنه نفضي أفكارنا، ويعني نهيئ نفسنا لأنه إحنا جايين نقف في بيت الرب ونتقابل معه ونسمع عنه. فمن هيك لوقا البشير عفوا لما حكينا عن المعجزة، هاي المعجزة رح نقسم فيها الثلاث أشخاص اللي أو الثلاث أصناف أو النماذج اللي يجون يحضرون الكنيسة. فهو المعجزة ذكرت في إنجيل لوقا وفي إنجيل متى وفي إنجيل مرقس. فأنا اخترت بإنجيل لوقا لأنه هي نفس القصة بالكل، فرح أقرأ بس المقطع من الإنجيل. تفضلي. يقول: وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام ووقف، ثم قال لهم يسوع: أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو إهلاكها؟ أو إهلاكها. ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالأخرى. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. أمين. بعد هذا تفضلي لوري. تودي ساقي لك ديريتو على القراءة. أكيد مثل ما شفنا بالنص الإنجيلي عم ينحكى على نماذج عدة من الأشخاص. خلينا نتناول النموذج الأول واللي هو المحتاج يلي يطلب يد العون. المحتاج اللي يطلب معونة يتمثل في صاحب اليد اليابسة اللي هو لا قادر لا يأخذ ولا يعطي. ما نعرف ممكن هو عيب خلقي كان فيه أو ممكن من العمل،
أو ممكن صار له حادث أو انصاب بمرض حتى صارت إيده يابسة انشلت، فهو ما يقدر لا يمد للأخذ ولا يمد للعطاء. فهذا يمثل كثيرين اللي يجون للكنيسة أنه كأنه وجود ما يفرق، يعني مثل عدمه، أنه جاي هو لا يأخذ ولا يعطي، جاي بس يقف في بيت الرب ويحضر ويشوف إيش يصير. فهوني الرب كان يقدر ينتظر لساعات حتى ينتهي السبت وبعدين يشفيه، بس راد يعلمهم أنه الإنسان ما تستعبده الطقوس ولا يستعبده السبت، أنه السبت صنع لأجل الإنسان، للإنسان لأجل السبت. وفهمهم كمان أنه الإنسان أهم من الحيوان، أهم من النظام تبعهم والطقوس والحرفية اللي كان يتبعوها اليهود في ذلك الوقت. لذلك هذا الشخص يمثلنا في أحيان كثيرة، يعني مرات إحنا نروح على الكنيسة من دون ما ناخذ أو نعطي، يعني ما يكون عندنا تأثير أبدا، فنكون عاجزين عن عمل الخير والصلاح. بس هذا صاحب اليد اليابسة تحلى بالإيمان، لأنه الرب لما قال له مد يدك فهو دغري مد إيده، مع أنه بيعرف أنه إيده يابسة، يعني ما ناقشه ولا قال له أنه أنا إيدي يابسة يا رب شلون بدي أمدها، يعني ما أقدر أمدها، بس هو أطاع مد، لذلك حصل على الشفاء. فإحنا أحيانا ممكن نروح، صحيح ما نقدر نعمل شيء بالكنيسة، بس طاعتنا لكلمة الرب ووقوفنا بخضوع أمامه يعطينا شفاء كمان لنفوسنا. في كثيرين أحيانا يجون يقعدون في المقاعد الخلفية، يعني حتى يراقبون اللي موجودين في الكنيسة ويراقبون شو عم بيصير، لحتى بعدين يطلعون ممكن ينتقدون أو يحكون أو يسوون. فيقول يوحنا القديس يوحنا ذاهبي الفم أنه الكنيسة هي مشفى، بس في هذا المشفى المرضى هم يخدمون المرضى، يعني إحنا نخدم بعضنا، كلتنا مرضى بالخطية، فلما عم نجي على الكنيسة هي مستشفى لحتى ناخذ الشفاء منها. فما بيصير الواحد مننا يتكبر على الثاني لأنه أنا مو مصاب بشيء مثلا أو مو مريض بشيء، أحسب حالي أنه أنا ما عندي خطية لأنه شفت الثاني جاي على الكنيسة. أنه جاي، أنا مو جاي لأن عندي خطية وأطلب غفران، أنا جاي حتى على أساس أنه أبين حالي أنا إنسان بار وما أحتاج، بس لذلك جاي للكنيسة حتى أبين قدام الناس أنه أنا عم بقوم بواجباتي المسيحية أو بمواجباتي الدينية تجاه الرب أو تجاه الناس. فلازم أعرف أنه كلتنا مرضى في الكنيسة، وإحنا لازم نساعد بعضنا البعض، مثل هذا الرجل ما كان عنده إيمان وأطاع الرب لما طلب منه وقال مد إيدك، هو مد إيده ونال الشفاء. صحيح ديريتو، بعد ما تعرفنا عن النموذج الأول اللي هو المحتاج للمعونة، خلينا ننتقل ونتعرف عن النموذج الثاني واللي هو المنتقد الذي يبحث عن شكوى. المنتقد اللي يبحث عن شكوى، دائما لما بس نعطي هذا العنوان راح يجي بالنا دغري الكتبة والفريسيين اللي كانوا بزمان الرب يسوع في هذاك الوقت، لأنه كان ينتقدوه على كل شيء. كان ينتقدوه لما التلاميذ أكلوا السنابل، كان ينتقدوه لما يعمل الشفاءات في يوم السبت، ونعرف أنه هذا صاحب اليد اليابسة كان يوم سبت لما حضر في المجمع. وممكن يكونوا جايبين، يعني هم قصدا لحتى يجربوا الرب أنه راح يشفيه أو لا، حتى ينتقدوه. هذا النوع الثاني من الناس بنشوف لما يجوا على الكنيسة عينهم انتقادية، يعني جايين بس حتى يحضرون ليشوفوا الناس شلون لابسة، يشوفوا مين حكى بالقداس، يشوفوا أبونا شلون وعظ لحتى يطلعوا بعدين ويحكوا على أبونا ويقولوا شفتم شلون وعظ، وعظته ما كانت كويسة ما فيها روح، هو عم يوعظ بلا ما يعمل مثلا، يقول الشمامسي شلون كانوا مثلا سلكوا غلط أو قالوا كلمة بالشملاي غلط فرضا، يعني عينه تكون نقادة مثل هذول الكهنة والكتبة الفريسيين اللي كانوا يجون وقت الرب للمجمع ويحضروا حتى يتصيدوا في كلمة. فهون راح أحكي قصة يحكيها القديس مار إسحاق السرياني عن واحد يقول أنا كنت أجي وأقف على الباب في الكنيسة. فيقول الرجل قضى حياته على الباب، كان يحدث نفسه قائلاً في جهلي وقفت على باب الكنيسة وشعرت إني لا أشبع، وقلت الكنيسة غير مشبعة والتعليم ضعيف والخدام معثرين والطقس ممل والقداس طويل، ف
ثم دعاني الرب قائلا: ادخل إلى العمق، لماذا تقف على الباب؟ أنت لازلت خارج الكنيسة، فلذلك لم تتذوق جمالها. تعال اقترب لأريك جمال الكنيسة من الداخل، اقترب لتشبع. يقول: فاقتربت إلى المذبح ورأيت السماء مفتوحة عليه، ورأيت المسيح واقف كاهن وذبيحة، وقال لي: ثبت نظرك نحوي فلا ترى ضعفات إخوتك. ولما رأيت الكاهن يعظ، رأيت الروح القدس يخرج من أبسط الكلمات معاني حية، ورأيت الرب يسند ضعف قدامه، ورأيت الروح، روح الطقوس الكنسية بديع لمن يفهمه، ورأيت القداس أعمق حياة إنجيلية مفتوحة على السماء، والمزامير والترانيم هي عمق صلوات الروح. فقلت: ما أشقاني لأني أمضيت عمري على الباب. إحنا كم واحد من عندنا عم يمضي حياته فعلا على الباب؟ يعني كثير نروح على الكنيسة بس ما ندخل في العمق. ليش؟ لأنه دائما فعلا عيننا تكون نقادة، يعني دائما نفتل عيوننا حتى نصيدنا صيد بعد ما نطلع من الكنيسة، لأنه مع أنه نكون نتناولنا وطلعنا برا لحتى المفروض أنه ما نحكي على حدا، بس نشوف دائما نقع بهالضعفات ونقعد ننتقد الآخرين. لأنه إحنا لو شفنا حالنا ولو ركزنا في الصلاة ما كان طلعنا وانتقدنا، كان طلعنا بفائدة روحية. فهذول الكتبة والفريسيين كانوا يأدون على حرفية الوصية مو روحها، فالتأكيد على حرفية الوصية يضيع روح الوصية، يعني ما يخلي إلا قيمة. لأنه لما واحد يتمسك، مثل ما نعرف كانوا اليهود كان يحددوا حتى خطوات معدودة يوم السبت، أنه الواحد ما يصير يحط مرهم على عينه أو دواء يوم السبت، ما يصير مثلا يغسل أشياء في يوم السبت. فمن هيك الرب جاوبهم من خلال 3 شغلات، أنه هم جايين ينتقدون، فأنا رح أعطيكم الحجج تبع الانتقاد تبعكم، بس عطالهم حجج مقنعة، بس هم مثل ما نعرف قلبهم قاسي وما يفكروا حتى بكلام ربنا. فربنا شو عطالهم؟ قلهم: الضرورة أباحت لداود أن يفعل شيئا غير مباح. مثل ما نعرف قصة داود كان يضطهد شاول الملك، فداود هرب مع جماعة مقاتلين معه وشجعان أو حواليه والمخلصين له، فذهب إلى الكاهن، فكان أكل خبز التقدمة اللي ما يحل أكله إلا للكهنة فقط. فلما راح داود وجماعته كانوا جوعانين كثير، فسأل الكاهن، أعتقد كان اسمه أبي مالك، فسأله أو أبي آثار ما بتذكر بالضبط يعني فالاسم، فسأله قال له أنه إحنا جوعانين وصلنا أيام ما أكلنا، فقال له: ما في غير خبز التقدمة، بس رح أعطيك هو. فأعطاه لداود وأكله. فهون الرب ما حاسب داود وجماعته ورجاله لأنه أكلوا من هذا الخبز، فقال لهم الرب هون لأنه الضرورة تبيح لداود أنه أن يفعل شيء غير مباح، يعني لأنه الإنسان قيمته أعلى من الطقس، فلذلك يعني مو معقول الخبز موجود وداود ورجاله يموتون من جوع. فأكيد الرب مو قاسي هيك، هو رحوم وقلبه طيب وحنون، فبيعطي للإنسان وبيفضله على الطقس والنظام. النقطة الثانية، قلم حرفية الشريعة تعطل روحها، فالكهنة يكسرون السبت وهم أبرياء لأن عملهم يزداد كثيرا في يوم السبت. في يوم السبت مثل ما نعرف كانت تقدمة الذبائح، الذبائح شو كانت؟ إما مثلا من الخراف أو من البقر الثيران، فكان الكهنة يذبحوها على المذبح، يعني ما كان مثل الكهنة هلأ، لأنه الكهنة هلأ بطل الرمز وجاء المرموز إليه فصار القداس. أما قبل فكان يقدمون ذبائح، فكان الكاهن يذبح الخروف ويعني يجلده ويشيل الأمعاء تبعه هيك، هذا كله شغل يوم السبت. فهون قال لهم الرب أنه يوم السبت الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء، يعني هم يشتغلون يوم السبت يعملون أشياء ما تحل، بس هم أبرياء من هذا الشيء. ليش؟ لأنه هذا القانون أنه الكهنة لازم يقدم الذبائح. النقطة الثالثة، حتى يعرفهم أنه هو صاحب السلطان على التشريع وعلى التغيير متى أراد، يعني هو صاحب الشريعة وهو صاحب الوصية وهو اللي حط هذا النظام، فيحق له أنه هو عنده سلطان، فيحق له أي مت من كان يشفي ويعمل. ومن الناحية الأخرى قلم أنه منه عنده خروف واحد إذا سقط في حفرة
أكيد ما يترك الخروف يموت يوم السبت وراح يطلعه. فكم الإنسان هو أهم من الخروف؟ فهون يعرفهم أنه في قوانين ممكن تنخرق لمصلحة الإنسان. يعني أنا ما أعطيتكم وصية السبت لحتى أنه بس أنه أنت بتتمسكوا فيها من دون روح. يعني فرضاً يجينا واحد، إحنا مثلاً يوم الأحد عم نتمسك هلأ فيه ونقول بلا شغل، بس يجينا واحد يقول معلش تمشي معي مشوار لعند مريض، فأنا أقول له لا، اليوم الأحد ما يصير أطلع وراح أقضيه بس مع الرب. طيب أنت راح تقضيه مع الرب، راح تقعد بالغرفة تصلي ولا تروح عند المريض وتساعد هذا الإنسان يكون أفضل؟ فهون الرب يعلمنا أنه إحنا نتمسك بروح الوصية مو بحرفيتها. يعني مثل ما كان يقول سيدنا زكا، حلو أنه إحنا ندور دائما على القلب، بس القشور كمان هي اللي بتحفظ القلب. لازم إحنا نتمسك بالاثنين، ما نمسك القشور ونترك القلب، في نفس الوقت ما نمسك بس القلب ونترك القشور، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. وندعو دائما من ربنا أنه يعطينا حكمة في كيفية التصرف، ولما نفهم الوصية راح نعرف كيف نتصرف فعلا في أوقات اللي تلزم أنه فيها خير راح أعملها في يوم الرب حتى. فلازم ما نكون مثل هذول الفريسيين الكهنة اللي كانوا بس بدهم شكاية. فشوف إحنا هذول أخذوا الحجج تبعهم، يعني جو لحتى يشوفوا الرب وينتقدوه، وفعلا انتقدوا لأنه الرب صنع الشفاء وشفى اليد اليابسة يوم السبت، وهذا بالنسبة لألم ما يحل له. صحيح تيريتو، معناته بعد ما تعرفنا عن النموذج الثاني خلينا ننتقل للنموذج الثالث وهو متعبد يطلب خدمة. إيش هن صفات هذا النموذج؟ هذا النموذج اللي لازم احنا نقتدي فيه كلنا. هذا النموذج هو يتمثل في الرب نفسه، أنه الرب راح على المجمع لحتى يعمل خدمة ولحتى يعطي كل واحد شيء اللي أراده. يعني اللي صاحب اليد اليابسة أراد الشفاء فأعطاه شفاء، الكهنة والفريسين والمنتقدين اللي يبحثون عن شكاية كمان أعطاهم أنه الحجج لحتى يقتنعوا، بس هم ما اقتنعوا، لأنه في ناس تقابلت مع الرب كثير مثل ما يقول أحد القديسين، من شدة تواضعهم ما عرفوا، بس المتواضعون هم اللي يعرفوا الرب. فهذول كانوا أبرار في عيون نفسهم ومنتقدين، لذلك ما شافوا الرب. فهذا النموذج الثالث العفوي يتمثل في الرب وعرفهم أنه تناقض في عبادتهم وتطرف بأفكارهم، فهو عمل واجبه أتم رغم أنه موجودين ويعرف رح يشتكوا عليه ورح يحكوا عليه، لكن مع ذلك عمل المعجزة يوم السبت وشفى صاحب اليد اليابسة لأنه جاء حتى يقدم خدمة. فإحنا لما نروح على الكنيسة يا ترى عم نجي إحنا حتى نتعبد ونقدم خدمة ونساعد، ولا جايين لحتى نطلب معونة؟ هلا يمكن بالطلب المعونة إحنا حكينا بس على الشفاء، بس في ناس يمكن تجي تطلب معونة مادية. يعني في ناس ممكن يكونوا في حاجة ما يجوا حبا في حضور القداس أو اللقاء مع الرب في بيته، يجون حبا بالمصلحة، أنه حتى أبونا قال لنا تعالوا احضروا القداس وبعدين أعطيكم مثلا معونة، فأنا أجي أحضر القداس لحتى أخذ المعونة للمصلحة. فهوني المتعبد اللي يطلب خدمة يقدم إعانات هو، يعني ممكن أحيانا ما تكون مادية، ممكن تكون إعانة أنه تعطي وقت، نعطي وقت من وقتنا نساعد ناس ونزور مريض الكنيسة نفسها. لما نقف ممكن لما نقف بخشوع نساعد الآخرين أنه يطلعوا فينا يشوفونا أنه واقفين فعلا إحنا ما همنا الأشياء اللي عم بتصير حوالينا، إحنا جايين نلتقي بالرب. فلازم نقتدي بالرب في حضوره للمجمع لأنه ساعد في نفس الوقت وعطى كل واحد حاجته وإجا لحتى يلتقي، وهو اللي قال بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، فهو بيت الرب اللي إجا له. فإحنا إذا بدنا نسأل حالنا أنه إحنا الشخص اللي جاي يطلب معونة، ولا الشخص اللي جاي ينتقد، ولا المتعبد اللي يطلب أنه يقدم خدمة مثل ما الرب راح على المجمع وكان يشفي الكثيرين. يعني نعرف أنه صاحب اليد اليابسة هو مو أول واحد اللي انشفى، الرب شفى كثيرين في يوم السبت ودائما كان يتعرض لانتقاد، بس مع ذلك هذا الانتقاد ما خلاه يوقف عمل الخير اللي كان يعمله دائم.
صحيح ديريت، ومعناته بعد ما تعرفنا عن النماذج الثلاثة والصفات تبعا خلينا نقول لهدول النماذج، خلينا ننتقل للنصائح أو الوصايا اللي ممكن نحن نقدمها للأشخاص عند قراءة الكتاب المقدس. دائما في نصائح لقراءة الكتاب المقدس، يعني نحن يمكن قرينا كثير عن صاحب اليد اليابسة اللي شفاه الرب، بس أنه كتحليل مثل هلا ما حكينا عنه أو كنماذج لثلاثة يجون يحضرون بالكنيسة فيمكن ما فكرنا فيها. فلازم إحنا لما نقرأ الكتاب المقدس نقرأ شوية بعمق، يعني ما نقف على الباب مثل ما قال مر إسحاق السياني، بس نفوت العمق مثل ما الرب قال للتلاميذ لما قالوا له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، فقال لم ألقوا الشبكة إلى العمق. فإحنا كل ما دخلنا في العمق راح نفهم مشيئة ربنا أكثر، راح نتقرب منه أكثر، راح يزداد حبه فينا أكثر. فالكتاب المقدس هو كلمة الرب اللي لازم لما نقراها إحنا نهيئ حالنا أنه نقرأ بخشوع واتضاع، وتكون القراءة الأفضل أنه تكون بصوت مسموع لحتى أنه بعدين نسمع حالنا وإحنا عم نقرأ، فيكون تأثير للكلمات أكثر علينا. يعني نعرف أنه حتى في علم النفس وفي التعليم أنه كل ما اشتركت أكثر من حاسة في شيء فراح يبقى في الذاكرة أكثر. فلذلك لما أقرأ الكتاب المقدس إذا أقدر أقرأه بصوت مسموع لحتى أسمع صوتي وتبقى الكلمات أكثر في ذاكرتي. كمان لازم أقرأ مثلا فصل يعني إصحاح، وممكن أخلي خط تحت الأجزاء اللي أحس أنه تلمسني مثلا أو تأثر فيه، أو في هذاك الوقت اللي أنا فيه أمر بمحنة أو صعوبة أو ضيقة، ممكن الكلمة الآية تكون معزية لألي، فممكن أخلي خط تحتها لحتى أقدر أحفظها ورددها وأنا متضايقة لحتى تعطيني أمل ورجاء. بعدين خلال قراءتي للسفر المفروض أعرف مثلا أدور مين كاتب السفر وشو موضوع السفر وليش كتب السفر، يعني السبب. يعني هلأ بما أنه موجودة على الإنترنت كل الأشياء التوضيحية، يعني في على اليوتيوب على الفيسبوك، في حتى تطبيقات أنه على الموبايل ممكن أنزلها لتفسير الكتاب المقدس، فممكن أخذ الأسفار كل مرة صفر صفر وأقرأ فيه وأخذ فكرة عنه. يعني مثلا العهد القديم إحنا كثير نجهل أنه العهد القديم ليش كان فيه عنف، مثلا ليش اختار شعب إسرائيل بس. فممكن هاي الأسئلة لما أقرأها تتبادر لذهني، لما أقرأ تفسير راح أفهمها، لأنه الرب كان عهده مع إبراهيم وشعب إسرائيل هم نسل إبراهيم، شعب إسرائيل هم اللي كان يعرف الله، ونعرف أنه الرب عادل، أنه شعب إسرائيل لما كان يترك الله فالرب كان يعاقبه ويأدبه كمان مثل ما كان يأدب الشعوب البقية. الرب ما عنده تحيز، يعني أبسط شيء ممكن يتهمون الكتاب المقدس أنه كان الرب على أساس عنصري بس مع شعب إسرائيل، لما نقرأ قصة يونان نشوف أنه كان مع شعب نينوى محب لهذا الشعب وسامحه وقبل توبته وصار مثل في التوبة شعب نينوى. ففي كثيرين الرب قبلهم من غير اليهود، فلازم لما نقرأ شوية بعمق حتى نقدر نكون مستعدين كمان لمين ما يسألنا على الكتاب المقدس حتى نعرف نجاوبه. كمان القراءة لازم تكون أكثر من مرة، يعني ممكن المرة الأولى أقرأ الكتاب المقدس كنظرة عامة شاملة، بعدين أجي أقرأ ثاني مرة وثالث مرة أتعمق أكثر. يعني دائما يجي بالي كان في آية لواحد اسمه يعبيس موجودة في سفر أخبار الأيام، فأول مرة سمعتها قلت أنا قريت الكتاب المقدس أكثر من مرة بس ولا مرة انتبهت على واحد اسمه يعبيس. فلما طلعت الآية اللي هاي مشهورة آيته أنه هو قال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، فيقول الرب استجاب إلى يعبيس وفعلا كانت أيام حياته هيك، يعني من غير الشر ما يتعبه. فأنا لما شفتها صراحة صرت أحب أحفظ الآية، فصارت عندي أنه ثابتة في واحد اسمه يعبيس وقال هيك ليش؟ لأنه سمعتها ورجعت دورت عليها في الكتاب المقدس وطلعتها. فأحياناً بنقرأ قراءة سطحية وبنرجع مرة ثانية تكون قراءة شوية أعمق. وهلأ موجود كثير تفاسير أنه لما أقرأ فيديوهات ممكن أسمع، يعني ممكن المرأة بالبيت أو الرجل بالشغل أو الشاب وهو ماشي يعمل رياضة أو
أو البنت مثلا قاعدة بالبيت، فممكن أسمع فيديوهات لتفسير الكتاب المقدس. كل سفر يعني أبدأ بدراسة كل سفر بالتسلسل لحتى أفهم كلمة ربنا، لأنه يعني أنا ما ممكن أبدي مثلا دغري أجي أبدي بسفر القضاة وأنا ما بعرف شو صار بالتكوين وبالخروج، فما راح أفهم، فلازم يكون شيء مترابط. بعدين الكتاب المقدس ممكن يعني أنتبه على الأرقام اللي تكون فيه، يعني ممكن مثلا نعرف أنه رقم 7 يشير للكمال، رقم 2 مثلا يشير للوصيتين اللي هم تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك، فرقم 2 يشير للأعظم وصيتين. كمان رقم 3 يشير للثالوث ويرتبط بالقيامة أنه بعد اليوم الثالث قام المسيح. رقم 10 يشير لكمال الإعلان للعقل البشري مثل الوصايا الـ10 الضربات الـ10، فانتبه على هدول الأرقام اللي موجودة في الكتاب المقدس. في نقطة أخرى كمان، لما أقرأ الكتاب المقدس لازم أعرف أنه كل اللي عم بقرأ هو موحى فيه وهو حقيقي. يعني في ناس مرات يسألوني أنه دريتو يصير مثلاً تنذكر أخطاء داود أو زنى لأنه قتل، أو تنذكر أخطاء غير من الأنبياء أنه حدا حسد مثلاً، أو كيف راحيل فرضاً سرقت الآلهة الأصنام تبع أبوها لابان أو هيك شغلات. فأقول لهم طبعاً لازم تنذكر، لأنه الكتاب المقدس كتاب واقعي وصادق، فيذكر كل الأخطاء اللي مر فيها الإنسان على مدى من وقت خلقه على مدى مسيرته إلى الآن. يعني إحنا ناخذ من هذول الشخصيات، مثلا لما سقط داود إحنا ما ناخذ من السقطة تبعه نموذج، ناخذ من القيام تبعه نموذج، من التوبة. فالرب يعني خلى هدول الكتاب أنه يكتبوا الأسفار ويكتبوا أخطاء الشخصيات بالأنبياء حتى نعرف أنه ما في إنسان بار ولا ما في إنسان صالح كلي الصلاح. يعني الكل كماله نسبي، حتى لو كان أي إنسان كامل أو قديسين موجودين فكماله نسبي بالنسبة للرب اللي كماله مطلق. فإحنا أخذين من هدول الشخصيات يعطونا رجاء أنه إحنا إذا سقطنا راح نقوم. يعني إذا أحد زنى مثل داود أعطوا رجاء أنه إذا تاب رح يسامحه. إذا أحد كذب مثل أبونا إبراهيم، نعرف أنه كذب وقال عن سارة أخته بدل زوجته، فكمان الرب سامحه. فنعرف أنه إحنا عدنا في هذول الشخصيات مثل، لأن متى ما أخطأنا إحنا عدنا رجاء إذا تبنا الرب رح يقبل. صحيح صحيح دايريتو، معناته هيك بعد هذا الشرح الوافي على الوصايا، خلينا نقول أو النصائح اللي نحن ممكن نقدمها للأشخاص لما يقرأوا الكتاب المقدس، بكلمة أخيرة منك إيش هن الدروس والعبرات اللي نحن ممكن كمان نتعلم من اليوم؟ أنا يعني أنصح الكل أنه يقرأ الكتاب المقدس العهد القديم، لأن إحنا شوية هاملين في كنيستنا، يعني في قسم من الكنائس إحنا بالعراق كنا نقرأ حتى بالقداس قراءات من العهد القديم، بس حاليا يعني قسم من الكنائس حتى عملوا الرسل صاروا ما يقروها، بيقروا دغري رسالة بولس وبعد الإنجيل. فيعني أشجع الناس أنه يقروا بالبيت عن العهد القديم لأنه هو أساس العهد الجديد، هو اللي يتحدث واللي يتنبأ عن وجود المسيح ومجيئه، العفو عن مجيئه وتجسده. فلازم احنا نعرف بالعهد القديم ما نهمله. يعني كثيرين يقولون انه العهد القديم خلاص هو تبع اليهود او احنا ما لنا شيء فيه، احنا اجى المسيح واعطانا الوصايا. صحيح، بس العهد القديم احنا ما نهمله ابدا لانه هو اساس العهد الجديد. لو ما العهد الجديد ما كان العهد القديم. يعني حتى في مثل السامري الصالح نشوف انه السامري لما اخذ كان مشروح بين اللصوص أخذوا على الفندق أعطاه دينارين، فهدول الدينارين يرمزوا للوصيتين مثل ما قلنا رقم 2، ويرمز للعهدين كمان أنه العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم اللي بإيدينا هو مسيرة الإنسان لحد ما وصل لتجسد المسيح، والعهد الجديد بيحكي لنا شو صار بعد ما جاء الرب وبعد ما صعد وقام، أنه بعد ما قام وصعد أنه أعطانا وصايا وشلون عاشوا التلاميذ وشلون كانت الكنيسة الأولى
وبعدين عندنا الرسائل اللي بولس تابعة مع الناس اللي بشرهم والكنائس، والرسائل الجامعة والرؤية، الرؤية اللي بتعطينا أنه في آخر الزمان شو راح يصير، فلازم نكون مستعدين للمجيء الثاني. فالكتاب المقدس هو حياة، يعني إحنا مو بس نقرأ قراءة جريدة، لأنه يعني في كثيرين يقرون ممكن يكونوا من المتدينين أيضا، بس يقرون كل يوم بلا ما يفهموا الكلمات اللي عم يقرون. يعني في كثير كلمات أحيانا بالمزامير نصليها بس إحنا ما عم نعرف معناتها، يعني ما حدا يكلف حاله أنه هاي الكلمة ما فهمتوها خلي أبحث عنها مثلا بالجوجل أو أطلع معناتها لحتى أفهم شو كان يقصد داود فيها. يعني في مثلا كلمات بسيطة مثل سلاح، ضرب الأوتار، هدول موجودين بالمزامير، احنا الأكثرية يمكن ما يعرف المزامير كانت ملحنة، على شكل إجا اسمها مزامير من المزمار لأنه كانت ملحنة وكان فرقة موسيقية كلها، فالمزامير من الأسفار الشعرية. فكان السلاح أو ضرب الأوتار تدل على أنه وقفة موسيقية، يعني هون يوقفوا شوي، ضرب الأوتار أنه يضربوا يعني يدقوا على الأوتار أو هيك، فكلها في شغلات ووقفات موسيقية وإشارات موسيقية. فممكن كثيرين عم يقروا سلاح ما بيعرفوا حتى شو معناته، لما يجي حد يسألنا راح أقول له صدق ما نعرف، إحنا بس عم نقرأ هيك موجودة بالكتاب. طيب هيك موجودة بالكتاب، الرب أعطانا عقل حتى نبحث وندور. فيعني أنا أنصح الكل أنه نقرأ بعمق في الكتاب المقدس حتى نقدر نفهم المعجزات، نفهم الوصايا أكثر، مثل ما شرحنا هلأ أنه نكون صادقين مع نفسنا ونقول إحنا منو من الثلاثي لما عم نروح على الكنيسة، هل أنا المتعبد اللي يطلب خدمة ولا اللي يطلب معونة المحتاج ولا المنتقد؟ فأحاول أحسن من نفسي لحتى أكون المتعبد اللي يطلب يعمل خدمة للرب. تودي ساقي لك دايريتو على هذا الشرح الوافر اللي قدمتي لنا هو اليوم وعطيتينا من وقتك. تودي ساقي لك، وعلى أمل كمان نلتقي بغير يوم كمان ونحكي بموضوع مختلف. إن شاء الله، وأهلا وسهلا لورين. شكرا كتير لك دايريتو.